أسعد الأوقات أعزائي الطلاب، اليوم هذا الفيديو مهم جدا جدا، خاصة وأني على أبواب إعداد السعيات الخاصة بكم. طبعا الحمد لله كملتها وكملت الدرجات، لكن أكو مسألة كلش مهمة دفعتني أسجل لكم هذا الفيديو. طبعا إجيت أعدلكم السعيات، لقيت هذه الأسماء اللي انا سبق وان نبهتكم من البدايه، قلت لكم طلاب غيروا اسماءكم الى الثلاثي واللقب بالانجليزي والعربي، اوكي؟ لكن لازلت اشوف اما اسماء ثلاثيه او اسماء ما اعرف شنو، حروف يعني مثل هذا بسمضر، ما اعرف شنو من اسم هذا، اوكي؟ او القاها الاسماء رمزيه، اوكي؟ فأني ما أريد هذا الكلام، أريد كل الأسماء تكون موحدة. هذا طبعا أنتم تعرفوني طلاب الهندسة، هاي كلها أسماءكم ترجعون تسموها بالثلاثي واللقب الإنجليزي والعربي. وهسه راح أشوفكم هالشغلة، طبعا من بعد ما أشوف أيضا طلبة البرامجيات علوم الحاسوب ذولا أيضا شوفوا أسماءكم، هذه أسماءكم كلها، يعني شنو هذا ITX4، اوكي؟ منو اي تي اكس 4؟ اريد اسم ثلاثي ولقب، اوكي، بالعربي. انا ما اعرف شنو، اوكي. كذلك اللي داخل بحسابي مثل هذا الحساب وهذا الحساب، يبدو انهم اثنينهم حسابين، يتاكد يخرج من احد الحسابات اللي ما مستخدمه ويبقى بالحساب اللي رافع الواجبات عليه. واذا كان عنده حساب رافع عليه واجبات وحساب ما رافع عليه واجبات، يعني صايرة العملية تناصفية، أو رافع بالبداية على واحد ومكمل على الثاني، يرجع يرفعهن، يقول لي أريد أرفعهن حتى إذا خاف عنده مشكلة بالمواعيد والأمور أرجع أغير له الوضعية التضبيطات، ويرجع يرفعهن على حساب واحد ويخرج من الثاني. واضح؟ هذا طبعا الحساب مبين، أوكي، إنه هو حسابين، لكن احتمال اكو غيره ايضا داخلين بحسابي، فاريد حساب واحد. وهذه الاسماء كلها ما اريدها هيك، اريد اسم ثلاثي ولقب عربي وانجليزي. نفس الكلام ينطبق على طلبة البرامجيات مادة مايكرو بروسيسر، اوكي، مايكرو بروسيسر العفو. بالمناسبة اكو هذول بعض الطلاب طلبوا من عندي ينضمون للصف، ولحد الان انفايتد، خلي يكون ايميلاتهم، روحوا دققوا ايميلاتكم، راح تلقون انفيتيشن، قبلوا الانفيتيشن يصير لكم الرولمنت للكلاس، تسجيل للكلاس، اوكي. ملك الموت، شنو ملك الموت؟ يعني انا اقدم سعي يطلع لي واحد اسمه ملك الموت مثلا، ويطلع درجة معينة، اوكي. هذه الاسماء كلها طلاب تغيروها للثلاثي واللقب، واللي ما يعرف يغيرها هذا عندي، هذا شنو اسمه؟ طالب اسمه مون لايت، اللي هو آن هذا. شوفوا بالمناسبة، شوفوا انتو طلاب تقدرون تشوفون اسماءكم ببساطة، تضغطون على people بالانجليزي او اشخاص بالعربي، راح تشوف اسماء زملائك. واضح؟ تشوف من هم زملائك، بيناتكم واحد يدقق للثاني شنو اسمك. لازم كل واحد مثلا يدقق، لما أنا ادخل على الاسم يقول له مثلا زميل عندي، لما يجي هنا يشوفه لازم يشوفه اسمه انجليزي وعربي بالثلاثي، الاسم الثلاثي واللقب بالانجليزي والعربي، اوكي. هسه انا شنو ايش عندي؟ هذا المون لايت، شوفوا ايش راح اسوي. هذا انا المون لايت، راح ادخل على مانج يور جوجل اكاونت، اوكي. بمانج يور جوجل اكاونت اروح للبيرسونال انفورميشن، راح اضغط على هذا النيم، اوكي. وين اني اجيت؟ للبيرسونال انفو، اضغط على المون لايت، اوكي. راح اضغط هذا الاسم طبعا الاول والاخير، يعني الاسم واللقب، راح اضغط على علامة القلم الايديت، راح اكتب بالفيس نيم الاسم بالعربي، راح اكتب احمد محمد حسن مثلا،
سليمي، واضح؟ بالانجليزي راح اكتب نفس الاسم، شلون اني اكتبه؟ واضح؟ هذا انجليزي وعربي. تأكدت اسم ثلاثي ولقب، اسم ثلاثي ولقب، انجليزي وعربي. ايش راح انطيه؟ اتأكد الفيرست نيم يكون بالعربي واللاست نيم يكون بالانجليزي، واتأكد من كل واحد هو بالثلاثي. كملت، انطيه دان. ارنت الاود، شنو هذه الارنت الاود؟ يعترض يقول بعض الكاركترز بها مشكلة. اوكي، شفتوا؟ اتغير. أحمد حسن محمد الدليمي، إنجليزي وعربي. الآن وين راح أرجع؟ راح أرجع للكلاس روم اللي كان هذا الاسم موجود به. تتشوفونه مون لايت. المفروض من أسوي ريلود للصفحة، أرفرش الصفحة، يتغير هذا الاسم. أوكي، ده يسوي ريفرش للصفحة. رفرش الصفحة، دا تشوفون هذا الاسم الآن. شنو هذا الاسم؟ إذا أضغط عليه أكثر راح يبين عندي أحمد حسن محمد الدليمي. واضح أعزائي الطلاب؟ دا تشوفون هذه كلها الدرجات اللي راح تتخلى له بالسعي. طبعا هذا للاطلاع، لذلك تشوفون missing يعني ما مجاوب كل شيء، لأن أنا هذا سويت لكم إياه حتى للاطلاع، يعني حتى تشوفوا. واضح أعزائي الطلاب؟ هذه من كله لازم أريدها بسلامة تكملوها. أنا هذا الفيديو سجلته وراح يبقى أكيد موجود على قناتي على اليوتيوب. فأنت هذه الطريقة، من هذه الطريقة راح تغير اسمك. كل طالب أريده يلتزم بهالمسألة، اسم ثلاثي إنجليزي وعربي. الفيرست نيم أو الاسم الأول يخليه الاسم الثلاثي بالعربي، واللاست نيم أو اللقب يخليه الاسم الثلاثي واللقب بالإنجليزي. حتى أنا من أنزل السعيات تكون عندي العملية سهلة صراحة. اللي ما يطبق هالطريقة وأنزل سعيات وتطلع لي أسماء عشوائية، هذه مشكلته. واضح؟ نعم، أكرر مرة ثانية، هذه مشكلته، لأن أنا دا أنبه عليها أكثر من مرة، ونبهت عليها من بداية الكلاس، والآن أنا دا أنبه عليها لأن أنا في طور إعداد السعيات. فهذه المسألة مشكلتك مو مشكلتي صراحة. واضح؟ وهي عملية سهلة، وأنا منزل لها بالمناسبة. هذا ثاني فيديو أنا دا أسجل عليها، وللتذكار أيضا حتى تكون العملية يعني حتى لا يقولون البعض شلون إحنا نلقاها هذا الفيديو. طلاب هسه أنا هذا هو بالإيميل نفسه اللي كنت بيه. أوكي؟ طيب، اختار هذه النقاط، اختار اليوتيوب، انفتح لي اليوتيوب. باليوتيوب اللي اسوي اكتب احمد الحسيني. اوكي، لان انا اريدكم كلكم، هذه قناتي احمد الحسيني، بيها وصف تقدر تتاكد من عندها. هنا أنا مكتوب بيها الوصف وال يعني معلومات عني. انا طبعا بالوضع الحالي مخلي هذه الصوره. اوكي، هنا ايش راح تسوون؟ اول شيء تسوي سبسكرايب. ليش تسوي سبسكرايب؟ تسوي سبسكرايب معناها انت كل شيء جديد اني ارفعه لك راح يجيك بدون ما انت تجي تشيك القناه، راح يجيك على الايميل مثلا يقول لك رفعت فيديو للمحاضره الجايه، رفعت كذا. اوكي، فانت اول شغله تسويها سبسكرايب.
بعدها راح يظهر لك علامة جرس، تطي الجرس، تطي هنا الجرس، يقول لك أعطيك نوتيفيكيشن، أعطيك إشعار على كل شيء له أشياء أنت تشخصها تحدده. أنت تطيع الأول مو مشكلة، لأن كل الفيديوهات اللي راح أرفعها أنا أمور تعليمية. بعد أن تختار هذه القناة، الآن أنت اشتركت بالقناة، راح تدخل وفعلت التنبيهات، راح تدخل للقناة. هذا قلت لكم الأباوت، تتأكدون من عنده أنه أنتوا داخلين للقناة الخاصة بي. هاي جزء من البايوغرافي الخاصة بي، جزء من معلوماتي الأكاديمية. أوكي، تتأكدون أنه أنتوا أستاذكم هو هذا، يعني اللي أنتم تابعين للقناة الخاصة بي. تروحون للبلاي ليست، تشوفوها البلاي ليست، هذه معناها القوائم التشغيل، معناها قوائم الفيديوهات اللي أنا رافعها. إذا عندكم أي مسألة تخص الأمور الفنية بالكلاس روم، التحاق بالكلاس روم، التحاق عن طريق كود، التحاق عن طريق إيميل، تغيير حساب، إنشاء حساب جوجل أو غيره، أوكي، لأن أنا هذه أشرح عام الفيديو، راح تروحون لهذا، تروحون لهذا المكان، أوكي. هذه قائمة التشغيل اللي حد الآن مثل ما تشوفون أنا بيها رافع 15 فيديو، كلهن ذن الفيديو، تبدي من الصفر، من إنشاء حساب جوجل وتنتهي إرسال إيميل، انضمام للصف، تسجيل محاضرة، كيف تجاوب على إجابة، كيف تجاوب يعني على الهوموركات، يعني بيها كل الأمور، كل أي مسألة تخص الكلاس روم راح تلقوها هنا بهذا قائمة التشغيل هذه، وأنا على طول دا أحدث بيها. واضح؟ واضح. هنا طبعا هذا سلسلة شرح الكتاب موريس مانو المنهجي، هذا أيضا الآن المشروع بديت به حديثا وإن شاء الله ماضي به، وهذا الكتاب كلش مهم لكليات الهندسة، مشتقات الهندسة الكهربائية وكليات العلوم الخاصة بالعلوم الحاسوب تكنولوجيا المعلومات كلها، لأن هذا الكتاب هو يتكلم عن الاركيتكتشر والأورجانيزيشن الخاصة والديزاين الخاصة بالكمبيوتر. واضح؟ هذه القائمة كمبيوتر اركيتكتشر أيضا طبعا هذه بها محاضرات مادة معمارية الحاسبة، وهذه المايكرو بروسيسر هذه بها محاضرات مادة المايكرو بروسيسر. أما هذا تقارير طلبتي للعام الدراسي، هذا يضمن يشمل تقارير أنا كل سنة دراسية الطلاب أطالبهم بإعداد تقارير ويرفعون فيديوهاتهم على اليوتيوب حتى أقيمهم عليه. فأعزائي أتمنى تكون الملاحظات واضحة وأعتقد سهلة التطبيق. مطالبين واجبكم الآن تغيرون أسماءكم إلى الأسماء الثلاثية واللقب بالإنجليزي تكتبوها بالإنجليزي وبالعربي، وتتأكدون من عدها تغيرت من خلال زملائكم. كل طالب يقول للزميلة شنو اللي ظهر عندك من غيرته، أوكي زين، أو يغيره ويقول الأستاذ بهالشكل تغير، يكتب لي تعليق بصفحة المشاركات، يكتب لي أستاذ أوكي تغير تمام، حتى أني أنطي علم، أقول له لو أوكي أو غير، أو يغيره للشكل الثاني. الشيء الثاني، تدورون القناة وتشتركون بها وتفعلون التنبيهات وتدخلون القوائم التشغيل، لأن كثير من الطلاب سألوني أستاذ شلون نوصل لمحاضراتنا. أوكي، أنا مسبقاً عديت فيديو بهذا الشأن، والآن أيضاً أنا أعد هذا الفيديو الثاني لهالخصوص. أتمنى يكون واضح، وأتمنى إن شاء الله تتبعون هذه الأمور سريعاً حتى إن شاء الله نعد درجاتكم، وإن شاء الله أتمنى لكم الموفقية.